السلام عليكم، مرحبا بتلاميذ الثانية بكالوريا للشعب العلمية في أول حلقة من حلقات دراسة دالة الآن. كيف ما كنعرفوا أن الدالة ديال الآن كنقدروا نرسموها على الشكل التالي هكذا. وإذا هاد الدالة اللي هنا بالصدد ديال الدراسة ديالها عندها واحد المعادلة اللي كنكتبوها على الشكل التالي: f دو x دي المعادلة ديال الدالة ديالنا f دو x كتساوي ln دو x. كيف ما كنعرفو ان f دو x يعني المجموعة ديال الصور، يعني لونسوم ديال لي زيماج دو x ابارتيان لاكس او y، لاكس ديزوردوني. دونك نقدرو نكتبو بصيغة اخرى ان y ايغال ln دو x هي المعادلة ديال المنحنى ديالنا. واذا اول خطوة خاصنا نديروها فاش نبغي ندرس اي دالة، خاصنا نعرف مجموعة التعريف ديال الدالة، لونسوم دو ديفينيسيون. ودائما لونسوم دو ديفينيسيون كناخدوها من لاكس او اكس، يعني من محور افاصيل. كيف ما هو واضح لينا هنا ان المنحنى السائف مرسوم على الجهه الموجبه ديال لاكس او اكس، كيف ما هو واضح ان او ايغريك هو عباره عن مقارب. مقارب علاش؟ حيت كنبان لينا ان ال ان دو اكس يعني غدا كتقرب ليا او ايغريك بلا ما كتقاطع معاه، يعني ما كاينش عندي تقاطع بين السائف مع او ايغريك. إذا نقدر نكتب df إيغال 0 بلس لانفيني افيك 0 اكس كيو، يعني صفر لا ينتمي لمجموعة التعريف ديال الدالة. وهذه هي النقطة الأولى أو النتيجة الأولى اللي ممكن نستنتجوها من هذا المنحنى اللي أنفصلنا. من بعد ملي كنحددو مجموعة التعريف أي دالة كنبغي ندرسها وكنحدد ليها مجموعة التعريف، خاصني نعرف النقط ديال التقاطع ديال هاد المنحنى مع محوري المعلم. كيف ما كيبان لينا في الشكل ديال ln دو إكس أن النقطة التقاطع الوحيدة بين السائف مع محوري المعلم هي نقطة التقاطع بين السائف مع او اكس، اللي هي النقطة ذات الأفصول واحد. اذا كنقدر نكتب ln ديال واحد ايغال زيرو. علاش؟ حيت المنحنى السائف كيتقاطع ليا مع او اكس في النقطة ذات الإحداثيات واحد صفر. هذه النتيجة الثانية اللي كناخدوها من المنحنى. أما النتيجة الثالثة اللي خاصنا ناخدوها هو أنني خاصني نعرف أن هاد الدالة هذه فين ممكن تكون موجبة وفين ممكن تكون سالبة. واحد التذكير، كنعرفوا أن المعادلة ديال محور الأفاصيل كتكتب على الشكل Y إيغال زيرو. وكيف ما سبق لنا قلنا أن المعادلة ديال هذا المنحنى اللي إحنا كندرسو فيه، اللي هو المعادلة ديال الدالة ln، المعادلة ديالو هي هذه إيغراك كتساوي ln دو إكس. وإذا شنو نقدر نستنتج منها؟ أن لابارتي دو لا فونكسيون ln دو إكس اللي فوق محور الأفاصيل غتكون هي لابارتي الموجبة، ولابارتي اللي تحت محور أفاصيل غتكون هي لابارتي السالبة. كيف ما كيبان لينا أن المنحنى في المجال صفر واحد هنا كما بينت ليكم في الشكل راه تحت من محور أفاصيل، يعني هاد لابارتي اللي تحت محور أفاصيل. إذا نقدر نكتب
أنه مهما يكون x appartient l'intervalle 0, 1 ln de x inférieur ou égal 0. من جهة أخرى في هذا المجال 1 plus l'infini كنلاحظوا أن المنحنى فوق محور أفاصيل. إذا نقدر نكتب أنه مهما يكون x appartient للمجال 1 plus l'infini عندنا ln de x أكبر أو يساوي صفر. وإذا من هذه الجوج ديال النتيجات نقدروا نستنتجوا واحد القضية، يعني فيما تكون عندي واحد دالة معرفة بالألآن، المهم تكون عندي الآن ديال اون فونكسيون عندي لداخل الآن ديال شي حاجة، واحد لاكونتي ديال اكس كاري بلس ان أو اللي شنو ما بغي يكون عندي. باش تكون عندي هاد الدالة هادي موجبة خاص ديك لاكونتي كلها للداخل ديال الآن خاصها تكون أكبر من واحد باش تكون عندي لا فونكسيون كلها موجبة. وباش تكون عندي واحد لا فونكسيون معرفة الآن خاص ديك لاكونتيتي كلها اللي عندي للداخل ديال الآن أصغر من واحد. كيف ما شفنا ln دو إكس موجب يعني في المجال 1 بلس لانفيني، ln دو إكس سالب في المجال 0 1. هذه هي النتيجة الثالثة اللي ممكن أننا نستنتجها من هذا المنحنى هذا. من جهة أخرى يعني غادي نشوف واحد المنحنى جديد اللي غادي نرسمو فيه المستقيم للمعادلة ديالو y إيكالا x، وغنشوفو لا بوزيسيون اللي بين y إيكالا x مع لا فونكسيون ديالنا ln دو x، وغنشوفو واحد المقارنة بين ln دو x مع x كيفاش هي عامل. دونك ندوزو للمنحنى التالي. واذا الشكل اللي غادي نحصلوا عليه هو هذا، يعني كيف ما كنلاحظوا هنا كنلاحظوا ان المستقيم لمعادله y تيقال x جا فوق المنحنى ديال الداله ln، وباعتبار ان المنحنى ديال واعتبار ان الداله ln يعني معرفه على المجال 0 بلس لانفيني، دونك خاصني نكتب كيل كو سوا x ابارتيان 0 بلس لانفيني عندي ln دو x اصغر قطعا من x. حنا غادي نعرفو دابا علاش اصغر قطعا من x وماشي اصغر او تساوي، حيت كيف ما كنلاحظوا ان المستقيم y تيقال x ما كيتقاطعش ليا مع المنحنى ديال الداله الان، اذا ما كاينش شي نقطه ديال التقاطع المشتركه باش تكون عندي او تساوي، يعني بما انه مفصول نهائيا على ln دو x اذا تنقول ان ln دو x اصغر قطعا من x. هذه من جهه. دابا بقى خاصني نحدد la monotonie de la fonction ln de x. هنا خاصني نهضر على واحد النقطه مهمه، يعني راه كاين واحد الفرق كبير بين اون فونكسيون بوزيتيف و اون فونكسيون كرواسونت. راه ممكن تكون عندي واحد لا فونكسيون اللي كرواسونت ولكن نيجاتيف كيف ما غنشوفوها في هذا المثال ديال النيت، كيف ما هضرنا من قبل انه لقينا ان الداله ln دو اكس راه سالبه في المجال 0 1 وموجبه على المجال 1 بلس لانفيني، ولاني لا مونوتوني يعني الرتابه كيفاش كندير نحدد لا مونوتوني من الشكل. دونك اول حاجه اللي خاصنا نتفاهموا عليها هو ان اكس دائما كيمشي ليا من مول لانفيني بلس لانفيني،
مولا فيني ديالي فيني هي على لاك ديال اكس هي هادي و بلس انفيني عندي هي هادي بالنسبه للمحور الافاصلي بالنسبه ل او اكس فاش كنقول لك انا اكس طون فير بلس انفيني دونك راه غير بحال كتمشى يعني راه غادا بلس انفيني ملي كتمشي دائما كتمشي ديال اكس دائما كنهضروا عليها حنا غادا من مولا انفيني بلس انفيني هكا يعني غادا على هذا الشكل يعني في هذا الاتجاه دائما. اذا ملي غنجي نهضر على الفونكسيون انا دي اكس وغنبغي نشوف واش راه كرواسون ولا ديك كرواسون خاصني نتبع غير المنحنى وصافي. ولكن ملي غنبغي نتبع انا المنحنى يعني بالكرايون ديالي ملي غنبغي نتبع المنحنى ما بغيتش نهبط من هنا هادي خطا. علاش؟ حيت اكس قلنا كتمشي من موال لانفيني لبلوس لانفيني هكا. اذا كنبدا من هاد من هاد البلاصه هادي يعني غادي نبدا نطلع من هنا وانا غالي دابا. دونك هنا شنو كيبان ليا ان لا فونكسيون ال ان دو اكس لي فالور ديالها غادي نو كيطلعوا يعني هما غادي كيطلعوا الى اخر. دونك راه لا فونكسيون راها ستريكتومون كرواسونت يعني داي تزايديه قطعا على المجال زورو بلس انفيني. الحين ملي كنجي كنشوف عند ملي كنجي كنشوف في هذا المجال 0 1 شنو كتب لي هاد لابارتي هادي راه تحت محور الافاصيل اذا راه سالبه ولكن راه لي فالور ديالها راهم كيطلعوا. اذا ها هي سالبه وفي نفس الوقت ها هي سالبه وفي نفس الوقت راها كرواسونت يعني ها هي سالبه وفي نفس الوقت راها كرواسونت. ومني كنشوف في المجال واحد بلس لانفيني يعني في المجال واحد بلس لانفيني هنا شنو كنلاحظ ان لا فونكسيون ديالي بوزيتيف يعني في واحد بلس لانفيني راها بوزيتيف وراها باقا كرواسون هي مازال غادا يعني في الصعود ديالها مازال كرواسون فهمنا. دونك هاد لي ريزولتا اللي هضرنا عليهم دابا كيفاش ممكن نعبروا عليهم؟ كنعبروا عليهم طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون كيفاش ندير؟ غادي نديرو واحد الحلقه اللي غتكون خاصه بلي بالنسبه لي ديريفي وغادي نتعلمو كيفاش نرسمو فيها طابلو دو فارياسيون. ولكن بالنسبه لهاد لوكا هذا نحاول نجدو. اذا كنكتب اكس كنكتب اكس ديالي ملي كنكتب اكس ملي كنطراسي طابلو ياك هنا في هاد لاكاز الفوقانيه يعني دائما كنحط لونسومبل ديفينيسيون. دابا لونسومبل ديفينيسيون ديال لا فونكسيون ال ان هو 0 بلس انفيني اول حاجه كنحطها هو لونسومبل ديفينيسيون. دونك هو 0 بلس انفيني 0 ابارتيون لونسومبل ديفينيسيون ولا لا؟ اكيد لا. علاش؟ حيت قلنا ما كاينش عندي تقاطع بين سي اف مع او ايكغي. دونك 0 اكس كيو نحيد وهنا كنكتب لا فونكسيون ديالي. انا عندي ال ان دو اكس كنكتب ال ان دو اكس قلنا بان لا فونكسيون راه ستريكتومون كرواسون. دونك كنعبرو عليها بواحد لا فلاش اللي كيكون طالع بحال هكا. بالنسبه لهنا في لي بورن كنحطو لي ليميت يعني لي ليميت كون اكس تونفير بلس لانفيني. كون اكس تونفير بلس لانفيني يعني اكس غادي او اكس غادي بلس لانفيني ال ان دو اكس حتى هي غادا بلس لانفيني غادا لانفيني راه طلع ليا لانفيني. اذا لا ليميت ديال ال ان دو اكس سولون الغراف عندي هي بلس لانفيني وفوازينا لزيرو وفوازينا لزيرو بلس. زيرو بلس علاش انا دابا كنقول زيرو بلس اولا زيرو موان؟ حيت ملي كنجي كنشوف لا فونكسيون ال ان ممتراسياش ليا على هذا الربع هذا اللي فين كاين زيرو موان يعني على اليسار ديال على اللتر ديال زيرو. لا مطراسي ليا هنا في مرسومه على اليمين ديال زيرو يعني هنا فين كنقولوا ليميت زيرو بلس وفين غادا هي لا فونكسيون كنشوفوها انها نازله موال لانفيني. اذا لا ليميت زيرو بلس هي موال لانفيني فهمنا. دونك هذا هو طابلو فارياسيون ديالنا. نقدروا نزيدو نكتبو يعني كنقولوا مثلا في ان عندي ليماج ديال ان هي زيرو. اذا هنا فين كنقولوا بلا في الانترفال زيرو ان في الانترفال زيرو ان عندي لا فونكسيون راه كرواسونت يعني الفلاشه هي مازال عندي طالعه ياك. ولكن راه ال ان دو اكس راه جات
تحت محور أفاصل، هي جاية من المولبين ووصلت ليا حتى للزهر ومازال كمل لي في الصعود ديالها. ومن جهة أخرى كنلاحظوا أنه في المجال 1+2 لا فونكسيون عندنا مازال كخواسونت، يعني انتما كيف ما كتشوفوا لا فلاش مازال طالعة، ولكن لا فونكسيون ال ان ولات عندي موجبة في المجال 1+2، يعني كما كتلاحظوا هي ولات عندي هنا 0+2. دونك هذا هو اللي كاين في الحلقه هذه، يعني عرفنا بالداله ديال الان وعرفنا جبدنا بعض النتائج من الشكل. في الحلقه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضروا على لي ليميت يوزيال ديال لا فونكسيون الان اللي كيمكننا باش نحسبوا اي ليميت ديال اي فونكسيون اللي معرفه بالداله ديال الان، وغادي نشوفوا بعض التقنيات كيفاش نديروا نحسبوا هاد لي ليميت ديال لا فونكسيون الان. وما تنساوش الدعم ديالنا بالاشتراك والبارطاج، وشكرا الى حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.